توقعات المهام. خلونا نشرح إيش معنى توقعات المهام. طبعاً هذه واحدة من الأشياء اللي تزيد الاندماج بشكل كبير جداً، وللأسف كثير من الموارد البشرية يهملون هذه، وكثير من المدراء أيضاً يهملونها. أولاً يجب أن يكون في فهم واضح جداً للأهداف والتوقعات الموظف، أيضاً تحديد الأهداف والاتفاق عليها من بداية العام، يعني ما يروح الموظف أو الموظفة عمياني من بداية السنة ما يعرف إيش مطلوب منه ولا يعرف إيش أهدافه ولا يعرف كيف علاقة هذه الأهداف بالمنظمة أصلاً. يعني أحياناً الواحد يشتغل ولا يعرف ليش هو قاعد يسوي كذا، وهذه شفتها كثير جداً بما أني أنا أعمل يعني كارير كونسلر برضه، فكنت كثير أتكلم مع ناس ما يعرف إيش الهدف من الشغل حقه ولا يعرف هو وين رايح ولا يعرف يعني حتى علاقة شغله بالمنظمة. أيضاً تولي مشاريع والمهام والقدرة على اتخاذ الإجراءات، ويجب أن تكون الأهداف أيضاً سمارت. يعني الناس اللي ما تعرف إيش معنى سمارت، أعتقد أن كل محاضرة حضرتوها يتكلمون عن شيء اسمه سمارت، specific, measurable, attainable وهكذا. أنا ما راح أكملها لكم. مثال مؤشر الأداء، أول شيء مثلاً لازم يكون، هذا مثال طبعاً ها، يعني مو شرط أن أنتم تسوونها بالشكل هذا، بس مثلاً لازم يكون لكل موظف أو موظفة 3 أهداف على الأقل. هدف تنموي بالتدريب، يعني مثلاً علشان أنت تكون مميز لازم أحط لك هدف أنك تنمي نفسك، مثلاً تأخذ 3 e-learning أو تروح أنت تدرس وتخلص مثلاً بكالوريوس أو ماجستير أو تأخذ شهادة مهنية أو كذا. أيضاً هدف للسلامة، مثلاً أن أنت ما يصير عليك حوادث لا سمح الله وتكون أنت متسبب فيها. الهدف مثلاً مرتبط بالمهمة، يعني أنا شفت هذه مثلاً الهدف المرتبط بالمهمة هذه، يعني شفت أهداف حقيقة تضحك يعني. أو مثلاً خلينا أعطي مثال، مثلاً هدف السلامة، لو شخص مثلاً حط هدف للسلامة وكتب أن عدم وجود حوادث إلى نهاية العام، طيب هل هذا الهدف يستحق أني أعطي تقييم ممتاز ولا جيد جداً ولا جيد؟ أنت يعني مشيت على الحد الفاصل. طيب كيف أحصل على S أو الممتاز؟ كيف أحصل على جيد جداً مثلاً very good؟ يعني هذه الأشياء يجب أن توضع علشان تحط توقعات للمهمة اللي أنت قاعد تحطها للموظف أو الموظفة. نفس الشيء الهدف التنموي، يعني أنا لو جيت وقلت لازم يخلص الموظف 3 كورسات، طيب إذا خلص 3 كورسات هل هذه تعتبر ممتاز ولا جيد جدا ولا ضعيف ولا إيش بالضبط؟ ومتى لازم أخلصهم؟ هل ينفع مثلا أمددهم السنة الجاية ولا أنا لا لازم يكون في time bound، يعني اللي هو في آخر حرف من سمارت. فهذه الأشياء لازم توضع في الحسبان، وهذه من أهم الأشياء اللي يصير فيها لغط كبير خصوصا في نهاية السنة في وقت التقييم، وهذه تقلل الانجيجمنت عند الموظفين بشكل كبير.